الطائر الكاردينال من أجمل الطيور في العالم، ونوع من أنواع الطيور يعيش في الشمال وخاصة في أمريكا الشمالية، ويعتبر من الطيور المهاجرة. طائر الكاردينال متعدد الألوان، وهو من الطيور الصغيرة أو صغيرة الحجم، له منقار قصير حاد بهيئة مخروطية ذو لون أحمر ثقيل، ويحيط وجهه باللون الأسود. ويمكن تمييز أنثى طائر الكاردينال عن الذكر عن طريق اللون الأحمر اللامع مع وجود بعض الريش من اللون الأسود المتعدد عند العينين وإلى أعلى الصدر لا الذكر. أما الأنثى فتتميز باللون الرمادي أو البني الباهت، وهو سهل التمييز بين هذا الطائرين. ويمتلك هذا الطائر صوت جميل يتكون من مجموعة من الصفرات الواضحة، حيث تكون طبقة الصوت في أول وآخر الصفيرتات نغمة بطيئة ومتميزة وفريدة من نوعها. ومن جهة أخرى يتغذى الطائر على مجموعة متنوعة من الأطعمة، وتتضمن البراعم وأوراق التوت والزهور والفواكه والحشرات، وكذلك بذور الحشائش والحبوب والديدان وبذور دوار الشمس. ومن جهة أخرى يبدأ موسم التكاثر في مارس إلى أواخر سبتمبر، حيث تتعشش طيور الكاردينال في شجيرات منخفضة مثل شجرة الصنوبر والعنب والقيب. وتعتبر عامة طيور اجتماعية، لكن في موسم التزاوج تتميز بالعدوانية ضد أي دخيل. طيور الكاردينال من الطيور التي لا تقوم بالهجرة، لذا فهو عادة ما يقضي حياته بالكامل داخل مكان أو مكانين على الأكثر. وتتواجد طيور الكاردينال بشكل كثيف في المناطق الشرقية من أمريكا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جزيرة هاواي الكبرى وكندا الجنوبية، كما أن هناك أنواع معينة من هذا الطائر تعيش في المكسيك، وهو يفضل العيش قريبا من الأرض من الأراضي الزراعية، لذا فهو ينتشر في الحدائق والغابات الاستوائية. وفي الأخير نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها لكم قد أعجبتكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في هذه القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.